للمزيد معنا من اسطنبول الباحث السياسي اليمني الاستاذ نبيل البكيري. استاذ نبيل، بدايه مرحبا بك. يعني كيف سينعكس تمادي ميليشيا الحوثي باعاقه الملاحه في باب المندب على الوضع في الداخل اليمني؟ الو، اهلا بك استاذ نبيل. اهلا وسهلا بك، ممكن اعرض السؤال؟ نعم، سالتك عن يعني هذا التمادي لميليشيا الحوثي كيف سينعكس على إعاقة الملاحة في باب المندب؟ يعني كل ذلك كيف ينعكس على الوضع بالداخل اليمني؟ لا شك أنه التطور الأخير في استهداف خطوط النفط الدولية في البحر الأحمر هي رسالة خطيرة، وهي إذان بمرحلة جديدة ربما تعادل مرحلة إعلان عاصفة الحرب، بالنظر إلى أن ما يجري في منطقة البحر الأحمر وهي خط ملاحة دولي يمر فيه ما يقارب 400 مليون 500 ألف برميل نفط يوميا، فضلا عن آلاف السفن التي تمر سنويا من خلال هذا الممر. كل ذلك يؤشر بأن المنطقة أو بأن هذا الفعل سيقود المنطقة إلى مزيد من الصراع، وقد يتطور الصراع إلى صراع إقليمي ودولي في على منطقة البحر الأحمر، وبالتالي هذا سينعكس ايضا سلبا على امدادات الغذاء والطاقه ايضا في اليمن، فضلا عن بقيه منطقه دول المنطقه التي ترزح تحت كميات كبيره من البوارق والفرقاطات والقواعد العسكريه كلها، وخاصه جيبوتي. كل تلك القواعد هي بصدد منع حدوث مثل هذه الاعتداءات على طريق هذه الممارسات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي، ألا تستدعي تحركا دوليا جادا تجاهها؟ هذا المفترض. أنا باعتقادي أن هذا التطور الأخير هو يؤكد حقيقة أن جماعة الحوثي جماعة لا يمكن أن تكون شريكا في الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها نشاز، عامل نشاز وعامل إقلاق للأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتالي هذا يتوقف على المجتمع الدولي بدل الغض الطرف عن تصرفات هذه الجماعه هو المبادره في الاسراع في الاطاحه بهذه الجماعه والسعاده الشرعيه اليمنيه التي تمثل شريكا دوليا للامن والاستقرار في المنطقه. قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني قال ان البحر الاحمر لم يعد امنا بالنسبه للقوات الامريكيه. ماذا يعني يدل ذلك الكلام؟ يعني هذا التهديد، هل يترجم هذا التهديد عبر ميليشيا الحوثي؟ لا شك الكلام واضح ورسالة واضحة أن إيران أصبحت تمتلك اليد الطولة عن طريق جماعة الحوثي على سواحل البحر الأحمر، وبالتالي مثل هذا التهديد هو تهديد ينطلق من حقائق موجودة على الأرض وينطلق من وقائع أيضا. نحن نشهد حرب منذ 3 سنوات داخلين في السنة الرابعة، وإيران تعلن صراحة وبكل وضوح أن جماعة الحوثي جناحا عسكريا لها، وبالتالي مثل هذا التصريح هو يعكس حقيقة النفوذ الإيراني والتواجد الإيراني الداعم والمحرك والمدبر لميليشيات وجماعة الحوثي. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البكيري الباحث السياسي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.